اهلا بكم مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك. نحن معكم مباشره من مدينه طرابلس بالقرب من البلديه، حيث يتجمع عدد كبير جدا من المواطنين اللبنانيين والفلسطينيين في هذه التظاهره الكبيره الداعمه لقطاع غزه والداعيه لوقف اطلاق النار ووقف دائم لإطلاق النار. لذلك الآن هذا التجمع أو هذه التظاهرة الكبيرة التي ستنطلق سيرا على الأقدام لتجوب شوارع مدينة طرابلس هي بمشاركة فعاليات المدينة، وعلى رأسهم الفعاليات الدينية والرسمية وحتى أيضا العمالية. يعني كانت هناك حشود أو هناك دعوات حاشدة لتجمع كبير في مدينة طرابلس للانطلاق به في شوارع المدينة من قبل الاتحاد العمالي العام في الشمال والجمعيات الكشفية، أيضا التجمعات والمنظمات داخل المخيمات في الشمال، مخيم البداوي ومخيم نهر البارد. إذن هذه التظاهرة الكبيرة التي نشاهدها الآن وإياكم مشاهدينا الكرام في هذا المقال المباشر ستنطلق بعد قليل من مدينة طرابلس من أمام البلدية لتجوب شوارع المدينة دعما لقطاع غزة ورفضا لاستمرار أطلاق النار داخل القطاع ورفضا للمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني يوميا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس المحتلة. إذن كما نشاهد أيضا وصول فعاليات دينية تنضم إلى هذه المظاهرة الحاشدة. إذن نعود ونذكر بأن هذه التظاهرة الكبيرة تمت الدعوة إليها من كافة أطياف المجتمع الطرابلسي والشمالي وعلى رأسهم الاتحاد العمالي العام والهيئات المدنية داخل مخيمي البداوي ومخيم نهر البارد، بالإضافة إلى الجمعيات الكشفية في الشمال وأيضا الفعاليات الدينية والثقافية في المدينة تشارك أيضا في هذه التظاهرة الكبيرة. مشاهدينا الكرام لحظات وتنطلق هذه المسيرة لتجوب شوارع المدينة وتحط رحالها في ساحة النور، ساحة عبد الحميد الكرامي في طرابلس. نعود ونذكر أيضا مشاهدينا الكرام بأنها هذه المرة ليست المرة الأولى التي تقوم فيها طرابلس بمثل هذه التظاهرات الداعمة لقطاع غزة والرافضة لاستمرار إطلاق النار. كانت طرابلس منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة قد خرجت في مظاهرات مشابهة، ولكن هذه المرة هي المرة الأكبر التي يعني تحشد إليها الفعاليات في المدينة لمثل هذه التظاهرة الداعمة للمقاومة في فلسطين وأيضا لأبناء غزة وأبناء الضفة وأبناء القدس المحتلة.
مشاهدينا الكرام، ستنطلق المسيرة الآن في هذه الشوارع لتجوب هذه الشوارع، شوارع مدينة طرابلس. نشاهد أيضا رئيس الاتحاد العمال العام شادي السيد، وأيضا رئيس الرابطة الثقافية في طرابلس رامز الفري، إلى جانب حشد من المشايخ والعلماء في مدينة طرابلس ينطلقون في هذه الأثناء في هذه التظاهرة الكبيرة من أمام بلدية طرابلس ليجوبوا الشوارع على وقع الأناشيد الحماسية الداعمة للمقاومة والداعمة لقطاع غزة. إذن مشاهدينا الكرام، لازلنا معكم في هذا النقل المباشر من مدينة طرابلس، حيث نشاهد هذه المسيرة الكبيرة التي تنطلق من أمام بلدية طرابلس باتجاه الشوارع المحيطة في هذه المدينة لتحط رحالها أخيرا في ساحة النور أو ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس. إذن نجدد التذكير بأن هذه التظاهرة هي التظاهرة الأكبر التي تشاهدها مدينة طرابلس، التي تشهدها مدينة طرابلس دعما لقطاع غزة ودعما للمقاومين في القطاع وحتى في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة، وأيضا هي دعوة لوقف إطلاق النار في القطاع وإنهاء حالة الحرب ووقف آلة العدوان الإسرائيلي على القطاع وأبناء الضفة الغربية وأبناء القدس المحتلة. إذن مشاركة واسعة جدا من أبناء مدينة طرابلس ومن أبناء مخيمي البداوي ومخيم نهر البارد. الآن تنطلق هذه المسيرة لتجوب شوارع مدينة طرابلس، بالإضافة طبعا إلى الجمعيات الكشفية، وهذا تعبير آخر كانوا الشباب والفتية يعني كانوا عبروا فيه بطريقة بمرة سابقة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بهذه الطريقة عبر حمل الأكفان التي نشاهده الآن. الله أكبر، أطفال يحملون الدمى في إشارة منهم إلى العدوان الذي يستهدف الأطفال ويستهدف المدنيين العزل في بيوتهم
وفي إشارة منهم إلى أن جرائم الاحتلال لا تستهدف إلا الأبرياء ولا تستهدف إلا المدنيين الآمنين في بيوتهم وفي بلداتهم. إذن أيضا هناك حملة أو حملت يافطات مكتوب عليها مقاطعة البضائع الداعمة أو البضائع إحنا نقول أو شركات التي تدعم مباشرة الاحتلال الإسرائيلي، نشاهدها الآن في هذه اليافطات التي ترفعها هؤلاء النسوة. إذن مشاهدينا الكرام، هذه هي التظاهرة التي تسير بها الفعاليات في مدينة طرابلس دعما لقطاع غزة ودعما للمقاومة في فلسطين، في الضفة الغربية، في القدس المحتلة وفي غزة التي تعاني على مرين منذ بدأ هذه الحرب الهمجية وهذه الحرب الشعواء على قطاع غزة وعلى أبناء فلسطين بشكل عام. إلى هنا مشاهدينا الكرام ننتهي من هذا النقل المباشر. كنا معكم من طرابلس، أنا بلال المرعبي وزميلنا على تصوير مجد فتاح. شكرا للمتابعة وللقاء.